بمشاركة 271 معلما ومعلمة، دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب البرامج التدريبية في مهارات التدريس الأساسية ضمن مشروع توفير فرص عمل مؤقتة في الخدمات الاجتماعية في التعليم وبدعم وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي. دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال مهارات التدريس الأساسية ضمن مشروع توفير فرص عمل مؤقتة في الخدمات الاجتماعية للتعليم. تأتي هذه الدورات والبرامج التدريبية ضمن منحة البنك الدولي بدعم وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وكيل المحافظة وأنا مدير عام مكتب التربية والتعليم أكدوا على أهمية التدريب والتأهيل النهوض بالعملية التعليمية. يشرفنا أن نحضر هذه الفعالية الخاصة بتدريب وتأهيل كادر المعلمين والمعلمات. هذا الكادر، هؤلاء الأساتذة الذين سيقومون بالتدريس في مدارس بأربع مديريات: الوادي والجوبة ورحبة ماهلية أو العبدية. نيابة عن الأخ الأستاذ الدكتور علي العباب، يسعدني ويشرفني أن نفتتح في هذا اليوم الكريم فعالية تدريب الأخوة المعلمين والمعلمات الذين تم التمويل لهم من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، شاكرين ومقدرين جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم محافظة مأرب لما تمر به في هذه الأيام، نظراً لكثافة الطلاب في المحافظة والأعداد المتزايدة. أنتم الآن أمام مسؤولية، ونحن واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي قدراتكم أن تكونوا عند حسن الظن وأن تؤدوا الأمانة على أكمل وجهها. فيما أكد القائمين على تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية على أهمية دور تلك البرامج في تعزيز العملية التعليمية على مستوى المديريات المستهدفة. يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين المستهدفين من المديريات السالفة الذكر وتطوير معارفهم وخبراتهم في مهارات التدريس الأساسية. البرنامج التدريبي يستمر ستة أيام بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية. تأتي هذه الدورة التدريبية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهي عبارة عن استقطاب الشباب العاطل على العمل في المديريات هذه لتغطية العجز في المديرية، كل مديرية على حدة. تمثل البرامج التدريبية والتأهيل المعلمين والمعلمات دورا كبيرا في نهوض القطاع التعليمي على مستوى المحافظة والمديريات. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.